إنوي معكم لتطوير مقاولتكم ناشئة. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inui.ma. إنوي معكم كل يوم. الجهة الشرقية حاضرة معنا بقوة، وحمزة من وجدة مشارك في البرايم الخامس. روح المقاولة متعة بالنسبة ليه، وبغى يوصل بها رسالته في الحياة. هذا المشروع هو بالنسبة لي اون سورس دينيرجي اللي بفضلو قدرت نديفلوبي ان بليزير، وهذا الشيء اللي خلاني مرتاح وكنعطي فيه اكثر. داكشي علاش مع الوقت ما بقاش بالنسبة لي غير مجرد مشروع ولا اختيار، ولكن رجع ضرورة اللي غتمكنني نوصل بها رسالتي في الحياة. حمزة العالمي، 24 سنة، من مدينة وجدة. تزاديت وكبرت في مدينة العيون ديال الشرق، قريت فيها حتى خديت الباك، واختاريت بعدها مدينة وجدة باش نكمل قريتي في شعبة الاقتصاد والتسيير، من لي ماتيغ اللي كانوا عزاز عليا في الإعدادي والثانوي، الاس في تي والفنون التشكيلية، حيت فيهم بزاف ديال الرسم والتحليل. كان كيعجبني الباسكيت لأني كنت كنشوف فيه راسي، و سي ان جو دو استراتيجي اللي كيخليك تلعب دون زون ايكيب باش توصلوا لهدف مجموعي. الوالدة الفضل ديالها كبير علينا، تفرغت لينا من صغرنا بشكل كامل باش تعلمنا وتربينا أحسن تربية وفق القيم ديالنا المغربية الإسلامية. والصراحة المنهج ديالها في التربية كان ناجح وعلمني بزاف الأمور في الحياة. في ذاك الوقت ما كانتش حاجة سميتها لي جو إدوكاتيف، فكانت كتصنع لينا بوسائل بسيطة ألعاب تعليمية باش تعلمنا ولا تورينا شي حاجة. الوالد هو القدوة ديالي في الحياة، حيت كيفاش كنشوفو كان عصامي وبدا من الزيرو، كان مضطر يخرج من القراية وهو باقي صغير باش يعاون دارهم، ومن ثم هو كيدير المستحيل باش يخلينا مزيانين. غالبا اوقات الفراغ ديالي كلها كنت كنقضيها في ورشة نجارة الاب ديالي، الشيء اللي ربى عندي الحب والشغف هذه الحرفه، وهذا الشيء اللي خلاني نكتسبها بشكل مبكر باش نقدر نصنع ديك الالعاب ولي تخوك اللي باغي. والحمد لله هذا الشيء منحني سنوات من الخبره في هذا المجال. الخشب هو واحد الماده طبيعيه صلبه، كتحتاج منك بزاف ديال الصبر باش تقدر تصنع منها شي حاجه، والاستعمال ديالها بحال الطين ولا الفخار كتعطيك واحد التجربه متميزه كترجع بك الحياه الطبيعيه. وهنا فين غيبدا المسار المهني ديالي اللي كان اون باراليل مع القرايه. كان الهدف ديالي هو نشوف اولا براتيكي داكشي اللي كنقرا اترافيغ لي فورماسيون لي ستاج، وهكا كنت كنقدر نفهم اكثر لي موديل ولي ماتيغ ديالي في القرايه. وحيت كنت كنقول ضروري خصني نتعلم اولا نتبع بداك لو باراديكم ديال المارشي ولونتربرونيا قبل ما نفكر حتى انا شي نهار نخوض غمار هاد التجربه. ما دخلتش للصلاغيات وسامبلومون حيت ما شفتش راسي فيه. والديا ما كانش عندهم مشكل اني ناخذ لو ريسك ديال المقاوله، فكانوا كيقولوا لي زعما مهما كنختار ديك في الحياه سواء دخلتي لمجال المقاوله او غيرها، اهم حاجه هي تبقى متثبت بالاخلاق والمبادئ ديالك وتكون عندك بصمه ايجابيه في المجتمع. بين الصعوبات الكبيره اللي واجهتني في البدايه هو كان خصني نلقى لا ماتيغ بروميير دو كاليتي باش نخدم، ونلقى اون ايكيب سيريوز اللي عندها نفس لا فيزيون، وكان خصني ان فينونسمون بيان سور، والعائله ديالي هما لي بروميير بيزنس انجل اللي تاقوا فيا واستمروا معايا في المشروع ديالي. من خلال البرايم ديال الموسم الاول من البرنامج عرفت بان هاد لي بيزنس انجل ماشي دي زانفيستيسور عاديين اللي باغيين دي زاكسيون صافي، ولكن كيقلبوا على ستارت اب اللي يقدروا يشاركوها وتشاركهم نفس الاهتمامات، وبالتالي يخدموا دون زان كادغ ديال عائله وحده. وكان يجي تساعد كوني المشاركين في الموسم الثاني للبرنامج. طموحي هو نعيش هذه التجربه، نتعرف على المشاركين اللي معايا، ونقدر نقنع واحد من المستثمرين اللي يكون مستعد باش ينضم لنا بان بورسونتاج وبلو ريزو ديالو، مي اوسي يكون كيشاركنا نفس ليسبخي ولا فيزيون ديالنا في ليكيب. اكتشفوا مبادرات انوي لتطوير المقاولات الناشئه على الموقع inov.inui.ma. انوي معكم كل يوم.